رحلتي صحية. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب الفنانة ندى العراقية ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الفنانة ندى العراقية. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. تدهور الحالة الصحية للفنانة ندى العراقية ودخولها العناية المركزة. أعلنت ابنة الفنانة ندى العراقية دخول والدتها العناية المركزة وتدهور حالتها الصحية، وطلبت من الجمهور الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل. وكتبت عبر حساب والدتها على فيسبوك: أنا مي، ماما في العناية المركزة، حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين، أرجوكم ادعوا لها بالشفاء بحق الأيام المباركة دي. أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها، يمكن دعاكم بيقدر يعمل حاجة. اللهم إني لا أسألك رد القضاء. وأصيبت الفنانة ندى العراقية في شهر أبريل الماضي بفيروس كورونا، وكتبت وقتها: هجمت كورونا على بيتنا، ربنا ما يوريها لحد، بخطرف ومتكسرة زي ما يكون عاملة حادثة. اللي جات لكورونا يحكي لي عمل ايه، وهل هناك اطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم؟ دعواتكم وحرصوا، الموضوع خطير. وشاركت الفنانة ندى العراقية في الماراثون الدرامي لشهر رمضان من خلال مسلسل احسن اب للفنان علي ربيع، وتدور احداثه في اطار كوميدي خلال 15 حلقة. الصحة تستجيب لمناشدة الفنانة ندى العراقية. طلبت ابنة الفنانة فاتن فتحي الشهيرة بنادي العراقية من جمهور الدعاء لوالدتها بعد إصابتها بنزيف حاد في العين اليمنى بعد أن كانت قد أصيبت بفيروس كورونا، وأصبحت حالتها صحية متأخرة. وتواصلت بوابة أخبار اليوم مع مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد لنقل استغاثة الفنانة ندى العراقية والمساعدة في إغاثتها. من جانبها أكد الدكتور خالد مجاهد أن